قصتنا قصة شارع الله يعين لي سامع هم وفخر وطفرين. اهلا وسهلا بكم بهذه الحلقة الجديدة من برنامج حكي جرايد حكي قطايف، واللي راح تكون عن لحظة الإفطار. احذروا من هذا البوكيمون. هذا البوكيمون الذي يتطور قبل الأذان بدقائق معدودة، طبعا بيكون معجوق مستعجل مش عارف شو بده يسوي، مركز على الشارع بس ماش بي بي بي. بعدين كل الناس غلطانة إلا هو الصح، لازم يكون يفتح على طريق لأنه شمخر بده يمر. أو طبعا هو بده يروح بده يوصل من سويلح للزرقاء بخمس دقائق، تعرفش كيف؟ ما هو معاه مركبة فضاء. بعدين بفوت على على السوبر ماركت أو على الدكان، أعطيني هاي أعطيني أعطيني بسرعة حاسبني يا شباب لو سمحت لا تأخرني بدي أروح. يا عمي أيوة بتتبارك، حطيت كاميرا مثلا فوق بعمان وشفت الناس كيف عم تتحرك، بتحسها زي البلياردو الناس. طبعا إيقاع مدينة وارتفع، إيقاع المدينة كله ارتفع، ليش؟ علشان العام بده يوصل على الوقت. يا اخي اطلع قبل بربع ساعة، والله ظروف شغلي انا ماشي يا عمي، اوصل بعد بربع ساعة ولا يعني توصل لمرحلة انك ما توصل ابدا. واذا عندك عزومة مثلا خايف انك تأخرن عليهم تلفون هيك بتعمل هيك بترن تكبس الرقم بتحكي لهم الو متأسف بس راح اتأخر شوي، هيحكوا لك لا مش مشكلة بس المهم تيجي، بتقول لهم هيني بالطريق يلا سلام، بتسكر الخط وحتوصل بس بطريقتك الاولى يمكن ما توصل 50% توصل 50% لا، يعني امشي برواق امشي. بعدين اسمع، لو الناس اساسا مشيت برواق في هاي اللحظة الكل بيصعد على الوقت بس الكل بنعجق بتبلش الأزمات ما حدش بوصل. وأنا انتقل الآن إلى درار العربي المراسل الفخم. سنة بهذا التقي رأي الصائمين بخصوص إيقاع المدينة اللي هو قبل الفطور بعشر دقائق وبعد الفطور بعشر دقائق، يعني لما الناس تصير في أزمة، لما الناس تصير تعصب، لما الناس تصير تسب، يعني بدنا نشوف إنه هل الصائمين وجدوا حل لهي الظاهرة. المهم خلينا نشوف هذا التقي. يعطيك العافية. الله يعافيك عمي. أنت في رمضان أذن وأنت بالسيارة بالطريق، شو بتساوي؟ بمشي على مهلي عبين ما أوصل البيت. طب كنت معزوم وتأخرت على عزيمة برضو نفس الاشي إن شاء الله. يعطيك العافية حبيبي. كيفك هلأ؟ أذن في رمضان المغرب وانت بالطريق ماشي بالسيارة، أيوة، شو بتساوي؟ أفطر. ما بتحاول توصل البيت؟ لا عمي. متى بتشتري قطايف في رمضان؟ والله بشتريها الظهر والعصر على الأربعة قبل الفطور بساعتين. زمان شو بدي يشتري؟ بساعتين. شو رايك في الناس اللي تشتري قبل الأذان بربع ساعة؟ بتلاقي سبحان الله بصير رالي على قبل صلاة المغرب بربع ساعة والناس بتسحب، بصير حوادث بصير مشاكل. هي جوها هيك، هي جوها هيك. لو بدك تلاقي مثلا انه فيش زحمه وما فيش اصلا، ما فيش جو رمضان، في ناس بتلاقي اعصابه من الدخان ومن بحاجته لدخان، وهذا بتلاقي تفلت اعصابه. انت مدخن؟ مدخن. انت مدخن؟ الحمد لله. انت صايم؟ الحمد لله. انت حبيبي الله يسعدك حبيبي. الحمد لله. شكرا. بتصوموا في رمضان كلكم صح؟ لا ليه؟ حر هنا. لحظة الإفطار في رمضان، وما أدراك ما لحظة الإفطار في رمضان. طبعا بخصوص إيقاع المدينة، لقد رأينا بهذا تقي أجوبة الشعب الأردني بخصوص العشر دقائق اللي قبل ما يأذن. يعني بقول لك منكون معصبين متنشنين، يا سلام، يعني ليه بتكون صايم طول النهار أو من أول النهار بتيجي بتوقف عند إشارة بهذول العشر دقائق بتصير تحكي الله يلعن؟ يعني ليه يعني هيك أنت ضيعت صيامك؟ خليك زي رايق، يعني مبسوط بستنى في الأذان، أموري تمام، صحتي جيدة، صح عطشان بس. المهم كان معكم درار العربي حكي قطايف قناة رؤيا. وأنا انتقل الآن إلى شهريار علشان نشوف جاي ما جاي وصار يا ما صار، والله يستر من اللي صار. يا شهرزاد بدي أنام وأريد قصة ولا في الأحلام، وإذا ما عجبتني شو ما قلت يا سلام السلام، والله لا أخلينا مسرور يضع السيف في نص بطنك. فهمت ولا ما فهمتيش يا سيدي؟ لا تكمل تهديدك، أنا كلي تحت إيدك. جلست. راح أحكي لك قصة راح تصير في مدينة اسمها عمان. حلو الاسم، سجله عندك. عن باص ولا في الأحلام؟ شو يعني باص؟ عربية 30 راكب سيدي. ما شاء الله. جاي ما جاي في حديث الزمان ومقبل العصر والأوان، لحتى كان في مدينة اسمها عمان.
فيها كثير فاسدين. ايش يعني فاسدين؟ فاسدين يعني ريحتهم طالعة. الله يبعدنا عنهم، أعوذ بالله. والفاسدين أكلوا حق أولادها المساكين. لا، فأولادها المساكين ما عندهم إشي يعملوا، قاموا الفاسدين تفقوا على المساكين. احكي لي، شو في عندنا مشاريع لسه ما استفدنا منها؟ سيدي، لم يبقى مشروع إلا ونكشنا به، ولا مبلغ إلا ولعبنا فيه. أنا جديد في هذه الوزارة، ولهلأ لم أسرق أي مبلغ يتناسب مع سمعتي. في إيطاليا كنت مجننهم مخدرات، خطف، جريمة منظمة، كنت عامل لهم قلقا من نوع آخر، ولكن الآن. طيب، أنا عندي فكرة صغيرة. شو رأيك بمشروع في باطنه جيد وفي خارجه جيد، يعني ظاهره جيد؟ والمشروع هذا ما راح يخلص لأنه ما في مكان يناسبه. شو رأيك؟ لن يخلص لأنه ما في مكان يناسبه. أنا راح أسمعك هلا، وإذا ما عجبني ساضع الاسم أنت على قدميك وأرميك في العقبة لكي تنام مع اسمك. تحدث بسرعة. نوهمهم بمشروع باص سريع 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 ملط سيدي للطلاب، ومن ثم يقف المشروع عند أحد الأنفاق الموجود بشارع الجامعة عند الماك. بعدين بنسرق. وإذا قالوا لنا ليش توقف المشروع، نقولهم لأنه في خطأ في الدراسة. يبدو أنك لن تفهم علي ولا كلمة. حكيت لك أنا في إيطاليا كنت عامل جريمة منظمة، قتل، خطف، مخدرات، أشياء إلها مانا في الفن الإجرامي. بدك يعني هون سكر شارع وعمل أزمة؟ لا 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 لا. مين قال لك إنه الأزمة إحنا بدنا نعمل أزمة؟ بالعكس، إحنا بالأزمة منخفف من السرعة، بعدين منقلل من الحوادث، ومنعبي الجيبة. ما عجبتني. أنت فتى جيد، أعرفك، وسأعزمك على صحن من السباجيتي. شو؟ سباجيتي. طيب، بحبه مالح. بحبه مالح. السباجيتي. فش سباجيتي، يلا روح. ضفوا ضفوك يا فتى. قصة غبية. ما عجبتني القصة يا شهرزاد، ما عجبتني القصة. بس المشروع حلو. مسرور. بتنزل إعلان في الصحف الرسمية وكل الصحائف إنه إحنا بدنا نعمل مشروع العربيات السريعة. وبعدين بوقف المشروع لسبب تافه بس يكون شوي ذكي، وبتجيب لي مصاري الأجانب اللي عندي هون. وأنت يا شهرزاد يا بنت أوهام بدك تحضري لي قصة ما صارت، أو أقطع رأسك والله. حاضر يا سيدي. أيوه هيك. حاضر. وأنا انتقل الآن إلى زكاتك غير، علشان نشوف طرق إضافية للزكاة. عمان العاصمة. أي مدينة بالدنيا، أي عاصمة بالدنيا فيها مرافق، وعشان هاي المدينة تظل جميلة لازم تكون مرافقها نظيفة على الأقل. عشان هيك اليوم جايبين معنا شوية صابون للحمامات اللي هون. أي صابون؟ لعل وعسى تفرق الأمور. يلا؟ يلا. لبسنا الحين عندي عملية. لبسك. جبتوا فلاش؟ فلاش؟ قصدك يو اس بي؟ يلا. كنت أغسل الكفوف عشان تعبوا صابون.
ما علينا، احنا طبعا حاولنا نعمل شيء لطيف بحمامات المسجد، دورات المياه في المسجد. ضروري برمضان نعمل هيك اشياء لانه بصير في ضغط اكثر على المسجد، نحتاج صابون اكثر ونحتاج كمان لفاين اكثر. ويا ريت اي حدا بقدر يدي الخدمه، بكيت الفاين كان حقه نص دينار او الثلاثه بيطلع البلير ونص او كذا، عادي بتقدر توزعهم. لا تعتبر زكاه شرعيا، تعتبر من صدقات النوافل يعني فيها، وتعتبر من صدقات النوافل وهي زكاه بطريقه اخرى يعني، او طريقه اضافيه نعمل اشياء اضافيه. وكل عام وحمامات عمان والمساجد وكل دور العباده بخير. ويلا شكرا كثير، نشوفكم المره الجايه. وصلنا الان الى نهايه هذه الحلقه، شكرا لكل اللي تابعونا. وسنحكي لكم روقوا، والله لا تفطر، وحتوصل وحتقعد مع اهلك وحتوصل لعزومتك، بس روق اوصل عايش. فيش داعي يعني نذكرك بالمثل، هو مش مثل، هو حكمه، انك توصل متاخر احسن من انك ما توصل ابدا. راح تفطر، راح تفطر، انت صايم 12 ساعه وقفت على نص ساعه زياده. يعطيكم العافيه. قصتنا قصه شارع، الله يعين اللي سامع، هم وفقر وطفرانين بطالة في الشوارع. احنا شلة مجانين شايلين السلم بالعرض، خدنا يسار خدنا يمين، نطلع لك من تحت الأرض.